الناس اللي عندهم القبط كي يضيفوا إليهم بحال في أمريكا يعطوهم بعد يعني نخالة أو أشياء غنية بالألياف الخشبية يعني ضد القبط. في 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 المغرب أظن أن عندنا الحمد لله نأكل شيء ضد القبط هو التمر، نأكل التمر والتمر هو أحسن شيء ضد القبط، وأحسن من ذلك أن جودة الألياف الموجودة في التمر لا توجد في التمر الذي نأكل، إنما في النوى. هذه النوى التي نرميها هي اللي موجود فيها أحسن أنواع الألياف الخشبية، فممكن أن نطحن هذه النوى. نعم نعم، فهذه هكذا هي الأشياء تمشي كما قلت. هناك قسط غذائي، هناك قسط غذائي موجود في الأغذية، وهناك قسط طبي، هناك قسط غذائي وهناك قسط طبي. فالقسط الغذائي نأكله ونعلمه، لكن القسط الطبي لا نعلمه.